كيف تضيف علامة الصح عندما يأتي السؤال أجب بصح أو خطأ في الوورد؟ في برنامج الوورد تضغط على علامة الويندوز مع حرف الزاي بالعربي، تظهر لك هذه الرموز، اضغط على علامة الصح. وفي السؤال الثاني أيضا اضغط على علامة الويندوز وحرف الزاي ثم اضغط على صح وتكون الإجابة هكذا. وفق الله الجميع.